أمر معقد، أمر تريده أن يتيسر. أول سؤال يا الربع، تعرفون في المكان الفلاني أحد؟ أول سؤال لنا، تعرفون أحد في الإدارة الفلانية عند ذاك التاجر في تلك المؤسسة؟ ليه؟ تريد شيئا؟ أريد شيئا وعسيرا، ولن يسمع مني لربما إلا إن كان معي من يشفع لي ويقول هذا أنا أعرفه. ما رأيك بسورة من كتاب الله تتقدم تحاج عنك أمام ربك فتشفع، ولا يشفع يوم القيامة إلا من أذن الله له أن يشفع. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يمكن يشفع أحد إلا لمن أذن له. فتأتي بعد أن أذن الله لها سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، فتأتي تشفع لك. متى تشفع لك؟ إذا كنت من أهلها حفظا وتلاوة وتدبرا، وتقرأها في كل ليلة تأتي فتشفع. قال حتى غفر له. الله أكبر، والله الشفاعة الجيدة. بعضنا يشفع يقول يا الربع هذا تراني أعرفه، إن بغيت تنفعونه انفعوه، وإن بغيت ما تضرونه لا تضرونه. ليتك ساكت، ويا ليتك ما رحت معي. صحيح، بعض الشفاعات ودك تقول الراعيها، ليتك من نايم تحت البطانية. إن ذهابك معي زادني نقصا ما زادني خيرا. لكن شفاعة سورة الملك شفاعة توصلك للمغفرة. وفي الحديث الآخر، سورة من القرآن خاصمت، الله أكبر، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، رواه الطبراني بإسناد حسن. الله أكبر. تصور أنت تجذب لربما إلى النار وعندك تقصير، ورحمة أرحم الراحمين لم تشملك، فتخاصم. يا رب كان يقرأني في كل ليلة، يا رب كم دمعت عينه عندما قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يا رب، وهو يقرأ هذه الآيات متدبرا باكيا، قد أسهرته ما نام حتى تلاها. يا رب أتخاصم عنك حتى ما تطلقك. والله الخوي الطيب، ها، صحبة سورة الملك صحبة غالية، لأنها آخر ما تخاصم عنك، آخر محطات وصولك جنات النعيم. الله يكون في عون اللي ما قرأها أو لا يقرأها، وما حفظها وما نوى يحفظها. إذن سورة الملك سورة من 30 آية، وحبيبنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. وأنا أريدك تتأمل يا عبد الله، يا من إلى الآن ما حفظت سورة الملك أو لا تتلوها دائماً.